تفضل. اي عندي طال عمرك يا شيخ جزاك الله خير، عندي سؤال لفضيلة الشيخ. عندي زوجتي متزوجها انا حوالي سنة، متزوج جديد انا، وكل ما دقيت على اهلها اللي بيكلمون اهلها ثاني اسمها يقفلون بوجهها. طيب. نعم، ما ندري وش المانع الذي منعهم من إجابتك ومن تكليمك. ربما يكون أنك قصرت في حقهم أو أخطأت في حقهم، فعليك بالذهاب إليهم وسؤالهم عما أشكل عليهم ومنعهم من الإجابة، فتتصالح أنت وإياهم، والصلح خير يا أخي. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن حكم المبيت بمنى يوم الثامن، وما العمل المشروع في يوم الثامن؟ المبيت في منى ليلة التاسع، يوم الثامن ليلة التاسع، سنة من سنن الحج. والجلوس في منى في هذا اليوم، اليوم الثامن، هذا أيضا من سنن الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم أصحابه بأمره في اليوم الثامن، الذين تمتعوا أحرموا من منازلهم في الأبطح، ثم خرج بهم صلى الله عليه وسلم ونزل في منى يوم الثامن وليلة التاسع، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع خمسة أوقات، ثم لما طلعت الشمس في اليوم التاسع سار إلى عرفة للوقوف بها. نعم. بعض الناس يقول يا شيخ يشق على أهله ويلزمهم بتقبيل الحجر الأسود، هل في ذلك شيء؟ نعم، هذا لا يجوز. إذا صار في تقبيل الحجر الأسود يترتب عليه مزاحمة ويترتب عليه ضرر على الإنسان وعلى الناس بالمزاحمة، وأيضا اختلاط النساء بالرجال بالمزاحمة ويسبب فتنة، هذه سنة. تقبيل الحجر سنة، وهذه الأشياء تكون محرمة، الإضرار بنفسه وبالناس واختلاط المرأة مع الرجل والملاصقة بينهما تحدث فتنة، وهذا منكر، فهذه محرمات. لا يغامر من أجل أن يحصل على سنة، بل يشير إلى الحجر من بعيد، من أقصى المطاف، من وسط المطاف، حسب ما يتيسر له، ولله الحمد. نعم، الحمد لله. معنا متصل عائض من مكة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ عبد الكريم، ومسي على الشيخ صالح. تفضل سؤالك يا شيخ. الله بالخير. شيخ صالح، انا المنطقه بيشه طبعا، وانا نويت العمره ورحت الميقات وادي محرم في الهدى، واهلي كانوا في جده، وكنا ناويين العمره قبل. طبعا انا جيت واخذتهم من جده، احرمت انا من ميقات وادي محرم ونزلت الى جده واخذتهم ونزلنا للميقات مباشره. لا العمره، اخذنا العمره على طول. هل في ذلك شيء يا شيخ صالح؟ اهلك من اين نووا العمره؟ نووها من جده ولا يوم يجون الى انا كنت ناوي من الى جده طبيعي. وهم ناويين العمره. يسألك. نعم؟ يسألك الشيخ اهلك اين؟ كانوا في جده، في جده وناويين العمره. نووها متى؟ متى نوى العمرة؟ وهم كانوا في جدة وناوينها. هم من أهل جدة؟ هم من أهل جدة يا أخي؟ لا من بيشة. من بيشة يا شيخ. يحرمون من ميقات بيشة يا أخي، إذا كانوا جاءوا إلى جدة يريدون العمرة، فإنهم يحرمون من ميقات بيشة، من الميقات الذي أحرمت منه أنت، ولا يحرمون من جدة. طيب، أحسن الله على عملكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن الإحرام، إذا هذا الإنسان الإحرام ولم يلبي، نسي، فذهب وأثناء قبل وصوله إلى الحرم لبى، هل في ذلك شيء أو عليه شيء؟ إن كان القصد أنه لم ينوي الإحرام
فقد تعدى الميقات قبل أن يحرم فيكون عليه فدية. أما إذا كان القصد أنه نوى الإحرام من الميقات ولكن لم يلبي، التلبية سنة، لو لم يلبي أبدا فالنسك صحيح والحمد لله، إنما التلبية هذه سنة وهي شعار المحرم. نعم. أبو سالم يقول بعض الناس يا شيخ يضيعون الأوقات في تلك الأماكن المباركة ما بين حديث في الدنيا وما بين نوم وغيرها حتى يتخلص عليهم هذه الأيام، يقول أرجو من الشيخ نصيحة لهؤلاء. أما النوم فهم بحاجة إليه، وأما التحدث أيضا هم بحاجة إليه، ولكن لا يكثروا منه أو يكون حديثا محرما في سباب أو شتم أو غيبة أو نميمة، وإنما يكون مباحا للتفاهم بينهم، هذا لا بأس به. والأولى أن الإنسان يشغل وقته بذكر الله وبالتلبية وبالدعاء والتكبير. قال الله جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني ما تفعلوا من خير في الحج فالله يعلمه ولا يضيعه عليكم بل يجازيكم به أوفر الجزاء. فالمسلم الحاج يغتنم وقته بالعبادة وذكر الله عز وجل، ولا مانع أنه ينام ويرتاح، ولا مانع أنه يتحدث الحديث الذي في حدود الحاجة، لا مانع من ذلك. نعم. علي من الرياض، تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الله يمسيكم بالخير والعافية. اللهم تفضل. سؤالي يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة ممكن؟ تفضل. السؤال الأول، أنا زكاة، هل أصرفها خلال العام كامل أم أصرفها كاملة؟ طيب يجاوب الشيخ على ذلك. الزكاة، الزكاة يا أخي تخرج على الفور حينما تجب، تخرجها على الفور، ولا يجوز حبسها إلا لانتظار محتاج ترجو أنه يحضر فتؤجل نصيبه منها حتى يحضر. وأما أنك تحبسها عندك فهذا خلاف الواجب، لأن الله أمر بإخراج الزكاة عند وجوبها، والأمر يفيد الفورية، إلا لعذر كان لا يكون عندك دراهم في وقتها وتأجلها إلى أن تحضر الدراهم وتكون دينا في ذمتك لا بأس، أو يكون هناك محتاج غايب تنتظره حتى يأتي تبقي حقه له، لا مانع من ذلك. المهم إذا كان تأخير إخراج الزكاة لعذر فلا بأس، لعذر شرعي. نعم. السؤال الثاني علي. السؤال الثاني، أريد أن أحج قارن إن شاء الله، وما هو الفرق بين القارن والمفرد؟ طيب، لا فرق بينهما من ناحية العمل، إنما الفرق بينهما من ناحية النية. فالقارن نوى عمرة وحجا معا، ويجب عليه فدية التمتع. وأما من ناحية الأعمال فإن عمل القارن وعمل المفرد لا يختلفان، فإنما الفرق في الواجبات التي تجب على القارن ولا تجب على المفرد. نعم. السؤال الثالث يا علي. السؤال الثالث، الله يبارك فيك، الحملات طال عمرك يقولون لنا يا شيخ فيها كذا وكذا من الراحة، ولكن هذا ليس صحيح، ونتكبد جميع المشاق. يقولون لنا المكان في ميناء ويطلع خارج ميناء أو في عزيزية، ونتعب تعب شديد يعني. طيب، واضح. يقولون في مواصلات يا شيخ، وأحيانا ما في ولا مواصلة، أحيانا في قطار ولا موجود ولا قطار. طيب، شكرا يا علي، شكرا. إذا كان ما ذكرته بتفريط من أصحاب الحملات وتساهل فهذا لا يجوز وحرام عليهم، وأما إذا كان بغير اختيارهم فلا بأس بذلك، وأنتم تتسامحون معهم في الشيء الذي لا يطيقونه أو بغير اختيارهم، إلا ما كان يؤثر على المناسك فلا يجوز لكم أن تسكتوا أو أن تتحملوا، لا بد من أداء المناسك بالوفاء والتمام ما استطعتم. أما التقصير الذي في الأكل أو الشرب أو الركوب أو غير ذلك فهذا واجب عليهم، لكن لو
حصل لهم عذر في اقتضى أنهم يقصرون في بعض الأشياء فأنتم تتسامحون معهم، وإذا لم يكن لهم عذر فطالبوهم عند المرجع المسؤول عن الحملات وهي وزارة الحج. نعم. أحسن الله إليكم. محمد معنا. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك كيف شوي. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله، تفضل. لو سمحت، ما حكم الصيام في يوم عرفة القضاء؟ تصوم يوم عرفة اغتناما لفضل صوم يوم عرفة، هو سنة مؤكدة، والقضاء تقضيه قبل أو بعد، القضاء ليس له وقت محدد، أما يوم عرفة يفوت عليك. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم الشيخ صالح، انصرف بعض الناس عن الذكر هذه الأيام غير الحجاج والتكبير، لعلكم توجهونا في ذلك. هذا كما أشرنا في مطلع الحلقة أن عشر ذي الحجة فيها أعمال جليلة وأعظمها التكبير، فالمسلم يكبر ويكرر التكبير بين فترة وأخرى ويرفع صوته بذلك إعلانا لذكر الله سبحانه وتعالى، والذي لا يكبر هذا حرم نفسه وفاته خير كثير بسبب تفريطه. نعم. أيهما أفضل، التعجل أم التأخر في الحج؟ التأخر أفضل، لأنه هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، والتعجل أيضا رخصة من الله عز وجل، ولكن التأخر أفضل لأنه أكمل أعمالا للحج، وأيضا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول أرجو من الشيخ صالح أن يجيبني على سؤالي، فقد قرأت لي أحد الكتاب الدعاة بقوله في الحج افعل ولا حرج، هل هذه المقولة يعني على إطلاقها؟ لا، هذه مقولة ضائعة، هذه مقولة ضائعة، لا يفعل ولا حرج إلا فيما أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بتقديم بعض المناسك على بعض يوم العيد، الذي مثلا يذبح قبل أن يحلق أو يحلق قبل أن يطوف بالبيت، أو يذبح هديه قبل رمي الجمرة أو ما أشبه ذلك. ما سئل صلى الله عليه وسلم في يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر من هذه المناسك إلا قال افعل ولا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ أيضا يقول، هل الأعمال في أيام الحج عموما من بدايتها، سوف أقوم بالحج مفردا، هل هي مرتبة، وخصوصا عندما أخلص من يوم عرفة وأبيت بالمزدلفة ثم أذهب إلى منى؟ نعم، ترتيبها أفضل، أنك تبدأ بالجمرة، ترميها بسبع حصيات، الجمرة الكبرى، ثم تنحر هديك، ثم تحلق رأسك، ثم تفيض إلى مكة وتطوف وتسعى، الترتيب بهذا النمط أفضل، وإذا قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليك في ذلك. نعم. عبد الرحمن من خميس مشيط. السلام عليكم يا شيخ. والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عندي ثلاثة أسئلة جزاكم الله خير. الأول، متى التكبير المطلق ومتى التكبير المقيد وما صفة التكبير؟ طيب، يجاوب على الشيخ، تفضل. التكبير المطلق من دخول عشر ذي الحجة بالنسبة لغير الحاج، تكبير المطلق يكون من دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، هذا بالنسبة لغير الحاج. وأما بالنسبة للحاج، التكبير المطلق له إلى أن يصلي الظهر يوم العيد، ثم يدخل وقت التكبير المقيد بعد الفرائض في الجماعة، بعد الفرائض في الجماعة، للحاج ولغيره. التكبير المقيد يكون للحاج ولغيره بعد الفرائض في أيام التشريق. نعم. السؤال الثاني، تفضل. هل يجوز إذا حجيت
التطوع، هل يجوز أن أغير أمساكي إذا حجيت مرة؟ هل يجوز أحج مرة تمتع ومرة بقران ومرة بإفراد أم تمتع؟ شكرا. التمتع أفضل، كل مرة التمتع أفضل، وإذا غيرت مرة أحرم سنة أحرمت متمتعا والسنة الأخرى أحرمت قارنا والسنة الثالثة أحرمت مفردا فأنت بالخيار، لا حرج عليك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الهدي النبوي في يوم عرفة، لو بدأت في تلاوة القرآن أو أنوع بين الدعاء وقراءة القرآن؟ نعم، اجعل وقت لقراءة القرآن ووقت للدعاء، خصوصا إذا صليت الظهر والعصر جمعا بأول وقت الظهر تتفرغ للدعاء في هذا الوقت إلى أن تغرب الشمس، هذا أفضل. وإذا قرأت القرآن في فترات فلا بأس، بل هذا طيب، وهو ذكر لله عز وجل، وهو دعاء عبادة. نعم. يقول في العام الماضي أخي وكل يوم 11 زميل له ورجع إلى الرياض، ماذا عليه الآن وهو يريد الحج؟ هذا ما أكمل حجه، لا يرجع إلى الرياض إلا في اليوم 12 بعد ما يرمي الجمرات بعد الظهر ويطوف للوداع، ثم يرجع إلى بلده إذا تعجل. وأما في اليوم 11 فهذا بقي عليه اليوم 12 و13 لمن تأخر، فيكون حينئذ ترك واجبات من واجبات الحج، ترك المبيت بمنى ليلة 12، ترك طواف الوداع لأنه لا يصح إلا بعد الفراغ من أعمال الحج، ترك رمي الجمار، وكل هذه واجبات، فيكون عن كل واجب فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، ويكون آثما بفعله هذا وإخلاله بمناسكه. لماذا لم يسأل أهل العلم في وقته حتى يمشي على بصيرة؟ نعم. شيخ صالح، يعني هذه الأسئلة التي تردنا دائما فضيلة الشيخ، تسرع بعض الناس في هذه الفريضة وكأنه يعني على جمر، يعني كيف نفسرها وما سببها فضيلة الشيخ؟ الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا، كونه يفرط في مناسك الحج وتأخذه العجلة، والعجلة من الشيطان، فهو جاء من بعيد وأنفق أموالا وتعب ثم يتلاعب بحجه ويضيع بقيته، هذا من تلاعب الشيطان ومن الجهل ومن التفريط. فعلى المسلم إذا حج أن يكمل مناسكه على الوجه المطلوب وهو على خير، صلاته الصلاة الواحدة في الحرم يعني داخل الحرم عن 100,000 صلاة، صلاته في منى في مكة في داخل الحرم كل صلاة عن 100,000 صلاة، فلماذا يفرط في هذا الأجر العظيم ويستعجل ويضيع حجه؟ إلا أن هذا من تلاعب الشيطان ببني آدم ومن تقليد بعضهم لبعض في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. تفضل يا عادل من الرياض. عادل، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. هلا والله الشيخ، تفضل. عندي سؤال للشيخ. تفضل. عندي أخوي يضحي كل سنة يا شيخ. طيب. وش اسمه لا إله إلا الله، في المستشفى له تقريبا 6 شهور أو 8 شهور، ونبغى نضحي له وعنده يطلع له فلوس، كيف هل يجوز يا شيخ؟ خذوا منه وكالة تذبحون عنه الأضحية، يوكلكم. تعبانه يا شيخ في غيبوبة. في غيبوبة جل، ما يصلحون عنه وهو ما وكل. ما تأخذون من ماله شيء وتضحون عنه أنتم من مالكم لا بأس، أما يؤخذ من ماله شيء لا، إلا بإذنه. نعم. شكرا يا عادل.
فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو إبراهيم يقول: ما أثر الإخلاص في العبادة وخصوصا عبادة الحج؟ لا شك أن كل الأعمال من حج وغيره لا تقبل إلا مع الإخلاص لله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة لطواف الوداع، هل هو يشمل المفرد والمتمتع والقارن؟ كل حاج إذا أراد أن يسافر إلى بلده بعد الحج فلا يخرج حتى يطوف للوداع، إلا المرأة الحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع. نعم. يقول: من شك في أشواط القدوم ثم أكمل الحج ثم بعد ذلك أراد أن يضيف هذه الأشواط التي تركها في طواف القدوم، الشيخ؟ طواف القدوم سنة، ما هو لازم. أقول طواف القدوم ما هو لازم، هو سنة، ولا حاجة إلى أنه يتمه بعد مدة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: الذي يأتي من خارج المملكة للحج وأراد أن يذهب إلى المدينة المنورة، فضيلة الشيخ، من أين يحرم؟ يحرم إذا رجع من المدينة يريد الحج، يحرم من أبي يرعى علي، من ميقات أهل المدينة. نعم، تفضل يا فيصل من الرياض. تفضل فيصل. السلام عليكم. والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. تفضل سؤالك. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. اكسر التلفزيون شوية فيصل. السؤال الأول: أبغى أحج وعلي دين، ماذا أفعل؟ إذا كان المال الذي عندك لا يتسع للحج والدين فلا تحج، ابدأ بالدين أولا، فإذا بقي شيء يمكنك أن تحج منه حج، أما إذا لم يكن يفي إلا بالدين فالدين ألزم. نعم. السؤال الثاني فيصل. السؤال الثاني: هل يجوز الحج بدون تصريح؟ لا بد من التصريح يا أخي، طاعة لولي الأمر، ولئلا تعرض نفسك للعراقيل والمسؤولية. نعم، جزاكم الله خير. باقي شيء فيصل؟ شكرا. فضيلة الشيخ، المحافظة على الأنظمة في أداء النسك، لعل لكم توجيه في ذلك، مأجورين؟ نعم، الأنظمة من مصالح الحجاج فيحافظ عليها، لأنها تنظم الحجاج وهي من مصلحتهم. نعم. يقول هذا السائل: شيخ، ذهبنا إلى مكة لقضاء عمرة في شهر رمضان العام الماضي، وصلنا إلى السيل الكبير الميقات بعد العصر أنا وزوجتي وأولادي، وأحرمنا للعمرة بعد العصر ووصلنا الحرم قبل صلاة العشاء، بدأنا نسك العمرة بعد العشاء، بعد ذلك قضاء العمرة، ظهرت الرؤيا بأن غدا العيد، وذلك في اليوم الذي أحرمنا فيه لقضاء العمرة وهو آخر يوم من رمضان، فماذا يلزمني أنا وزوجتي؟ نعم، هذا السؤال. يقول: ذهبنا لقضاء عمرة شهر رمضان العام الماضي. قضاء؟ لقضاء عمرة في شهر رمضان. يعني أداء. نعم. وعندما وصلوا السيل الكبير الشيخ الميقات بعد العصر، هو وزوجته وأولاده أحرموا للعمرة بعد العصر ووصلوا الحرم قبل صلاة العشاء، ثم بدأوا نسك العمرة بعد صلاة العشاء، بعد ذلك أداء العمرة، ظهرت الرؤية بأن غدا العيد. نعم، أحرموا بالعمرة، الإحرام هذا في رمضان، وأما أداء العمرة فهو خارج رمضان. نعم، وهم على أجر إن شاء الله، أقول بذلوا ما يستطيعون وهم على أجر إن شاء الله. نعم. أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياكم الله. الله يكتب أجرك. وياك. يا شيخ صالح، أنا بصيب العيب النظرة، وأبغى أشوف إيش علاج العين هذه الله يجزاك خير، وصاحب العين هذه ما حصلت يا شيخ صالح. عليك بذكر الله وتلاوة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، من عين الجان وعين الإنسان، عليك بالأذكار وتلاوة القرآن، والله يشفيك سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خير. يقول هذا: سوف أذهب أنا وأولادي يا شيخ صالح ومعنا أطفال ثلاثة أعمارهم 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات، هل نحرم بهم عادي مثل الكبيرين أم نجعلهم في الطائف؟ إن جعلتوهم في الطائف فلا بأس، وإن ذهبتم بهم ونويتم الإحرام عنهم إذا كانوا دون التمييز، إذا كانوا دون السبع، فأنت تنوي عنهم وتفعل لهم معك مثل ما تفعل لنفسك من المناسك. وأما إذا كانوا مميزين سن السابعة فما فوق فهم يحرمون لأنفسهم، لأنها تصح منهم النية فينوون الإحرام هم بأنفسهم، وتجنبهم أنت محظورات الإحرام وتعينهم على أداء المناسك، تصبر على المشقة. نعم. يقول الأخت أم مرام تقول بأن ابنتي ماتت عمرها 17 سنة ولم تحج، وأنا لم أؤدي فريضة الحج حتى الآن وأريد الحج عنها. إذا حججت عن نفسك وأديت الفريضة حج عنها. نعم. تقول بالنسبة للأضحية يقولون بأنها للميت فقط. لا، بالعكس، يقولون أنها للحي فقط ولا يضحى عن الميت، وهذا قول شاذ. والأضحية تذبح عن الحي والميت، بل الميت أحوج إليها لأنه بحاجة إلى الصدقة والثواب أكثر من الحي. نعم. محمد من بيشة، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك صاحب الفضيلة، شكرا لك يا أخي. تفضل عبد الكريم. تفضل. عندي سؤالين، جزاك الله خير. تفضل، ارفع صوتك شوي. السؤال الأول صاحب الفضيلة: رجل كبير في السن ومعه بعض الأمراض مثل السكر وغيره، ويخشى ابنه أن حج أبيه معه أن يتعب في الزحام أو يتعب عليهم، أو ما هل يحج ابنه عنه؟ نعم. يقول رجل كبير مريض بالسن والضغط ويخشى من الزحام وأيضا يخشى من التعب، هل يحج ابنه عنه؟ هو ما أدى الفريضة؟ لم يؤدي الفريضة فضيلة الشيخ. ينتظر، إذا كان يرجى شفاءه ينتظر حتى يشفيه الله ثم يؤدي حج الفريضة هو بنفسه. أما إذا كان لا يرجى شفاءه، مرضه مزمن ولا يستطيع معه الحج، فيوكل من يحج عنه لا بأس. نعم. السؤال الثاني يا محمد. طيب، فضيلة الشيخ، في يوم عرفة ما أفضل الدعاء الذي يدعو به الإنسان العامي والمتعلم على السواء؟ ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذا ويدعو بغيره مما يسر الله له من أنواع الأدعية. نعم. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ عن الصلاة إذا كان في منى، هل تجمع وهل تصلى كل فرض بوقته؟ في منى والإنسان نازل في منى يصلي كل صلاة في وقتها قصرا للرباعية بلا جمع، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا مع الإخوة والأخوات ومع اتصالاتهم على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: الذهاب إلى جبل الرحمة، بعض الناس يتعب نفسه للذهاب إلى تلك الأماكن. لا أصل لهذا، ولا يذهب إلى جبل الرحمة، بل المسلم إذا كان داخل حدود عرفة يبقى في منزله ويتوجه إلى القبلة ويدعو الله ويذكر الله وهو في منزله، ولا يتعب نفسه بالذهاب إلى الجبل أو مشاهدة الجبل أو الرقي على الجبل، كل هذا لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم وقف قريبا من الجبل وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. نعم. أحسن الله إليكم. كلمة معلومات: الحج أشهر معلومات، ما المراد بهذه الآية فضيلة الشيخ؟ مراد أن المسلمين يعرفون أيام الحج وعددها بما علمهم الله وبما يقومون به من الحج كل سنة وبما يتدارسونه بينهم، لا خفاء فيها. نعم.
لعلكم تختمون هذا اللقاء بكلمة ونحن في أول أيام العشر شيخ صالح. كما بدأنا أن هذه أيام فاضلة والعمل فيها خير من الجهاد في سبيل الله، فيجتهد المسلم بأنواع العبادات مما يسر الله له في هذه الأيام العشر في أيامها ولياليها، لا يحرم نفسه من ذلك، ولا سيما التكبير، يكرر التكبير رافعا صوته بين كل فترة وأخرى بالليل وبالنهار. نعم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان، وعظم الله مثوبتكم ورفع ذكركم في الدارين على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا اليوم المبارك الأربعاء. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا لفريق العمل الذي تواصل معنا في إخراج هذه الحلقة، شكرا لزميلي معي في الاستوديو نايف الكرشمي مخرج هذه الحلقة، والتحية والتقدير للزملاء، وتقبل الله طاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.